عبد القادر لا يزال معنا. عبد القادر من القدس. عبد القادر، يبدو أن هناك بيانا صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بخصوص هذه الغارة. صحيح جمال، بيان لافت جدا، يتحدث عن طائرة محاربة، طائرة حربية. قال الجيش الإسرائيلي إنها قصفت في طول كرم، واعدا بالمزيد من التفاصيل. لكن القناة الإسرائيلية 12 تتحدث عن أن هذه هي الغارة الأولى بواسطة طائرة حربية في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية. إذا هذا حدث فاصل إن صح البيان أو صحت التفاصيل، ولم يكن هناك التباس فيما يتعلق بالغارة أو يعني الطائرة التي استعملت في شن هذه الغارة. هي ليست كالغارات السابقة، ليست كالمسيرات السابقة. يبدو أننا أمام استعمال لمقاتلة حربية تعود لسلاح الجو لدى جيش الاحتلال في الضفة الغربية بصورة غير معتادة على الإطلاق. هذا قد يحمل تبعات كبيرة. نعود ونكرر أن الغارات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر وقبل 7 أكتوبر كانت قد نفذت بواسطة بعض المسيرات بنسبة، يعني قبل 7 أكتوبر لم تكن بالنسبة لهذه الغارات مرتفعة جدا، تضاعفت بصورة كبيرة في أعقاب 7 أكتوبر. ولكن أن تستعمل طائرات حربية تعود لسلاح الجو لدى جيش الاحتلال في مخيمات مكتظة كمخيم يعني نور شمس أو حتى بقية، قد يفتح هذا الباب أولا أمام تكرار الاستعمال في بقية المخيمات. نعرف أن الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن تجارب سابقة حين يكسر خطا أحمر عادة ما لا يعود عن هذا الخط. هذا حدث في معظم المناطق المختلفة التي يخوض فيها الجيش الإسرائيلي عمليات أو معارك معينة، وقد يكون ذلك هو الحال أيضا في الضفة الغربية إذا ما اتضح من التفاصيل النهائية أن الغارة شنت بالفعل كما يقول الجيش في بيانه الأولي بواسطة طائرة حربية. فهذا تقاطع يختلف جدا عن كل العمليات السابقة التي كانت في الضفة الغربية. نحن بانتظار أن تتوضح التفاصيل أولا إذا ما كان هناك هدف محدد في بيان الجيش القادم. الجيش قال إنه سيتطرق بمزيد من التفاصيل خلال البيانات القادمة، ولكن الغارة في طول كرم تحظى يعني تداول نستطيع أن نقول لافت نظرا للتفاصيل اللافتة الأولية. والحصيلة ترتفع عبد القادر الآن إلى 14 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على مخيم طول كرم. كما ذكرنا يبدو أننا أمام مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في مخيم طول كرم. استخدام الطائرات الحربية، هذا يعني استخدام أسلحة ربما ثقيلة سواء كانت قنابل أو صواريخ، هذا ما يفسر هذه الحصيلة الثقيلة حتى الآن لعدد الشهداء وعدد الجرحى. أيضا هي حصيلة أولية، نتحدث عن 14 شهيدا، عدد آخر كبير من الجرحى والمصابين كما نتابع في الصورة في هذه الصور، المصابين كما نتابع في الصورة في هذه الصور الأولية بعد القصف. سيارات الإسعاف تهرع بشكل كبير إلى مكان القصف، إلى مكان الاستهداف. نذكر بأن استهداف أو هدف هذا القصف كان مقهى يكتظ بالمرتدين، يكتظ بالمواطنين الفلسطينيين في مخيم طول كرم، يستهدفه الاحتلال بقصف جوي عبر الطائرات الحربية. عميد، لازلت معنا في المتابعة. عميد، الحصيلة ترتفع إلى 14 شهيدا تقول وزارة الصحة الفلسطينية. نعم جمال، على الأقل 14 شهيدا في هذا القصف مجزرة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارة من طائرة حربية على مخيم طول كرم، على مقهى تحديدا وسط مخيم طول كرم، ما أدى لوقوع هذا العدد الكبير من الشهداء. هذا العدد جمال هو أكبر عدد من الشهداء يسقط في غارة جوية على مناطق في الضفة الغربية منذ سنوات طويلة، منذ نهاية الانتفاضة الثانية. حصل الكثير من عمليات القصف على مخيمات الضفة الغربية، على مدن في الضفة الغربية منذ تقريبا سنة ونصف بدأت عمليات القصف الواسعة في هذه المناطق قبل حتى 7 أكتوبر، وتوزعت عمليات القصف بعد 7 أكتوبر. ولكن هذا العدد الكبير من الشهداء هو أكبر عدد من الشهداء يسقطون في غارة جوية واحدة على مناطق في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية قبل أكثر من عقدين من الزمن. كان هناك اقتحامات واسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق ويسقط عدد كبير من الشهداء، ولكن كغارة جوية جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم طائرة حربية. صحيح أن
قوات الاحتلال استخدمت طائرات أخرى حربية في مناطق أخرى في جنين ونابلس وطول كرم مخيم نور شمس أكثر من مرة في الأشهر الماضية والأسابيع الماضية، ولكن يمكن أن نفهم بما أن المصادر الإسرائيلية تتحدث عن أن طائرة حربية تستخدم لأول مرة، قد تكون كما يصف هناك النشطاء في مخيم طول كرم تحدثنا معهم يصفون أن الغارة كانت من طائرة F-16 بحسب ملاحظاتهم على ما جرى في ذلك الموقع. قصف على مقهى وسط المخيم، عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين يجلسون في هذا المقهى، سقط عليهم صاروخ من طائرة حربية إسرائيلية، عدد كبير من الشهداء، الحصيلة الأولية هي 14 شهيدا، ولكن هذا الرقم قد يزداد أكثر فأكثر مع استمرار وصول شهداء وجرحى إلى مستشفيات مدينة طول كرم. قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت هذه الغارة بعد غياب تقريبا لأسابيع عن مخيمات طول كرم، سواء عن مخيم طول كرم أو مخيم نور شمس. إذن غارة من طائرة حربية إسرائيلية على هذا المخيم، ويصف أهالي المخيم ما جرى بأنه مجزرة. هناك أيضا عائلة كما يصلون من المخيم، عائلة عدد كبير من أفرادها استشهدوا كانوا في هذا المقهى الذي قصفته طائرة حربية إسرائيلية بصاروخا واحدا على الأقل. الحديث عن طائرة F-16، نتحدث عن مناطق أخرى تعرضت لقصف من طائرات حربية قد تكون من أنواع أخرى من الطائرات، ولكن استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرات حربية وليس فقط طائرات مسيرة في القصف أكثر من مرة في الضفة الغربية، ولكن هذه الحصيلة هي أكبر حصيلة شهداء في ضربة واحدة من طائرة حربية على الضفة الغربية منذ أكثر من عقدين من الزمن. جمال، نعم، الحصيلة 14 شهيدا كما ذكرت عميد، لا تزال حصيلة أولية وسائل أو الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لا تزال تصل إلى المكان لنقل الجرحى والمصابين لمستشفيات طول كرم في هذا القصف، كما ذكر عميد إن صح ذلك ربما هي المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل يستخدم فيها الاحتلال الإسرائيلي الطائرات الحربية المقاتلة منذ الانتفاضة. الحصيلة ثقيلة جدا، نتحدث عن 14 شهيدا حتى اللحظة، هذا ما يفسر ربما ويوحي بأن الصاروخ الذي استخدم في القصف ربما من الصواريخ الثقيلة التي يستخدمها الاحتلال في استهداف المقهى، مقهى مكتظ بالمواطنين في مخيم طول كرم. نتابع الصورة الآن، هذه الصور منذ قليل للكراسي وللمكان، احدى ربما جوانب المقهى الذي استهدف بالقصف الإسرائيلي. هي مجزرة على ما يبدو بكل ما تعنيه الكلمة من معاني في هذه او في هذا القصف الإسرائيلي الأكبر في الضفة الغربية، هذه الحصيلة الأكبر التي يوقعها قصف إسرائيلي واحد في الضفة منذ سنوات عديدة. إذن الاحتلال مرة أخرى يستهدف الضفة الغربية بعد أن اتجهت الأنظار لعدة أسابيع لتطورات العدوان على لبنان وقبله على غزة، لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق وبلدات الضفة ومدن الضفة الغربية، ولكن هذه المرة الأولى التي يتصرف بها الاحتلال بهذه الوحشية الواضحة والصريحة باستخدام صاروخ من طائرة مقاتلة، طائرة حربية مقاتلة. ماذا يستهدف؟ يستهدف مقهى مكتظا بالمواطنين. الحصيلة حتى الآن 14 شهيدا بلا شك، العديد وكما ذكر عميد ربما يتواجد من بينهم أطفال ونساء، وربما الأضرار لن تقتصر أو لا تقتصر فقط على المقهى، قد تكون الأضرار لحقت أيضا بالمباني المجاورة. على كل، نحن في المتابعة المباشرة والمستمرة لهذا الحدث المأساوي حقيقة والذي